أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج نجوم على الهواء. هكون معاكم مقدمة البرنامج هديل الطوخي. قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة، أحب أرحب بضيفنا الأستاذ إبراهيم، محامي بالنقد وعضو اتحاد المحامين العرب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا يا فندم. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن قانون التصالح. هو القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي تم تعديله بقرار رقم 1 لسنة 2020، والذي تناول تحديدا مخالفات البناء بالوصف، وكذلك حدد المخالفات التي يمكن التصالح فيها والتي لا يمكن التصالح فيها على الإطلاق. عندنا دايما بيبقى كل حاجة ليها سبب. ايه السبب عندنا في ان في مخالفات بدأت تحصل؟ ان اصبح النمو السكاني المتزايد ده بيدفع المواطن للتوسع في سكنه، وبيدفعه لمخالفة القانون من خلال السلامة الإنشائية للمبنى. أنواع المخالفات دي بتكون إزاي؟ بيبقى الارتفاع الزائد عن الحد المسموح به اللي هو المفروض ما يزيدش عنه. تاني حاجة التعدي على أملاك الدولة. تالت حاجة البناء على الأراضي الخاضعة للآثار. وهنا معانا هنوجه أسئلة للأستاذ إبراهيم. بنرحب بحضرتك مرة تانية يا فندم. تحت أمرك يا فندم. ممكن حضرتك تقول لنا ايه الاجراءات اللي لازم المواطن يتخذها علشان التصالح؟ هو في الحقيقه قانون التصالح ده بدا من سنه 76 اصلا. قانون المخالفات بتاعه المباني الزراعيه بدا من سنه 1976 بدايته. بدا يحرروا محاضر، من هنا بدا المواطن يدور على الممنوع مرغوب بالنسبه له. بدا يتوسع في المباني على الارض الزراعيه، بدا يتوسع في مباني باملاك دوله، بدا يتوسع يتطاول في البنيان، يوصل اللي كان اصلا له ترخيص بدور او بتاني يطلع 10 ادوار. بدا المواطن نفسه يخالف الوضع الحالي للقانون، كان الدوله لما تقول له شمال لا هو يقولها يمين، لا يمين تقول له شمال. مخالفات غريبه، كانه بينه وبين الدوله حرب، مع ان الدوله في الاخر خالص بتقنن الوضع لمصلحه المواطن. يعني لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك غض البصر، غض البصر دي حضرتك متوجهه لي يعني شخصيا، انا غض البصر. طب شوف كم واحد يغض البصر عن محرماتي، كم واحد يغض البصر عن محرماتي؟ صح. عالم كله بيغض البصر عن المحرمات بتاعتي، عالم كامل، انما انا شخص واحد. فللاسف الشديد النهارده المواطن بياخد قرارات الدوله بياخدها كانها بالنسبه له، الدوله بالنسبه له كانها طرف تاني خالص، عليه حاجه هو مش عاوزها، عدوه. أمين. طب ما هو الموضوع بيقول لك غض البصر لنفسك انت، شوف كم واحد غض البصر عنك انت. صح. يبقى الدوله لما تعمل قانون زي كده بتعمله اصلا لمصلحه المواطن، لما يدور عليها هيلاقي له مصلحه شخصيه. واخد بال حضرتك؟ يعني لما تكون الدوله بتحارب النهارده من سنه 76، يعني الدوله النهارده بتحارب الموضوع ده بقى لها 44 سنه. زائد القانون نفسه اللي هو طلعته الدوله اللي هو قانون 17 لسنه 2019، الدوله النهارده بقى له 4 سنين الدوله بتتدرس فيه. والدولة كل يوم تعمل تسهيلات للمواطن دي عشان تقنن الوضع بتاعه. أيوة. تقنن وضع المباني الخاصة بالمواطن. أولا تلاقي تقنن المخالفات، تقنن العشوائيات. معلش الدولة لها حقوق. صح. الدولة لها حقوق. هي دولة مين؟ مواني وانتي. صح. يبقى أنا نفسي ليا حق وحضرتك ليك حق، يبقى أنا كده عملنا دولة. لا، احنا ناخد الأمور كأنها حرب. تمام. بين الدولة وبين المواطن. ده بالعكس، ده الدولة كل همها في الأول وفي الآخر ايه اللي هيعود على الدوله؟ مش هيعود على الدوله حاجه غير مصلحه المواطن في الاول وفي الاخر. واخد بال حضرتك؟ فاحنا النهارده لما دوله توضع قانون زي كده، الدوله توضعه لصالح المواطن مش لمصلحه شخصيه للدوله. صح. ده للاسف. بالنسبه لحضرتك بتقولي الاجراءات اللي بتتم، الاجراءات اللي بتتم حضرتك بتبقى كالاتي: بتقدم لمكتب التكنولوجيا لمجلس المدينه بطلب. تمام. الطلب ده بيحتوي على رسم ربع الرسم اللي هو المحدد له المبنى، يعني كانت المبنى المتر فيها ب 50 جنيه بتقدم انا بطلب ب 1000، بقدم اللي هي جديد التصالح بدفع ربع المبلغ، يعني 1000 جنيه مثلا من المبلغ. بقدم برسم هندسي من مهندس نقابي ودي ليها تعليق عليها صغير. بقدم مستندات الملكيه، بقدم صوره من البطاقه الخاصه بي. يعني انا ممكن اتكلم على جزئيه اصلا، معلش جت جه هنا النهارده عشان تسهيل على المواطن. كان في من ضمن المستندات شهاده بالسلامه الانشائيه للمبنى، دي البلد خففتها عن المواطن على اساس حاجه زي كده. طب انا النهارده بناشد الدوله في حاجه،
طبعا انا راجل قانون وعايش في وسط الناس برضه زي اي حد. النهارده في رسم هندسي، رسم هندسي من مهندس نقابي. النهارده انا فتحت الباب النهارده معلش يعني لسمسره، فتحت الباب للجشع بتاع المهندسين. مكتب نقابي خد منه وهات اعمل سوي. النهارده المواطن النهارده لما يكون عنده 80 متر في ارياف، في بلد ارياف، النهارده بيتصالى على ايه؟ 80 متر ما تضربها في 50 بعد الدوله ما خفضت 4000 جنيه، بيدفع ربع المبلغ. لما يدفع ربع المبلغ 1000 جنيه، اروح اني لمهندس نقابي ياخد مني 2000 جنيه وانا عاجز انني ادفع ال 1000 جنيه؟ طب ما تتجاوز عن الشرط بتاع الرسم وانت عندك في كل وحده محليه هيئه هندسيه. في كل وحده محليه، في كل مجلس مدينه في بدل المهندس 2 و3 و4. طب ما انت تخفف عن المواطن، وكده كده اصلا بينزل اصلا من المحافظه في الاخر خالص يشوفوا المبنى ويشوفوا سلامته ويشوفوا وضعه ويشوفوا حكايته. طب ايه بقى لازمتها ورق كده مهندس نقابي ورق؟ والمواطن لا مؤاخذه النهارده عاجز انه يدفع ال 1000 جنيه اللي هي ربع جديه التصالح بالنسبه له، هيروح يدفع بره 2000 جنيه للمواطن؟ طب ما انت خد انت اصلا نسبه صح من المواطن 100 جنيه. تخيلي لو خد ال 100 جنيه ديت اصلا هتدخل للدوله قد ايه؟ وهتفيد المواطن، هدخله مرافق عامه، هدخله كهرباء، هدخله ميه، هدخله مجاري، هتفيد المواطن. بدل ما تروح لاشخاص لا مؤاخذه النهارده بقت سماسره. فلان فلان اللي مش عارف شغال مع مهندس مش عارف فلان، السيد كبده على السيد بدنجان على السيد العجلاتي على فلان على علان على قصص وروايات، فتحنا باب ما بيتقفلش. طب ما تلغي البند ده. تمام. الغيه. وال 1000 جنيه ولا ال 2000 جنيه اللي بياخدها المهندس النقابي خد 200 جنيه من المواطن، وهتبقى على قلب المواطن حلو. يعني انا واحد من الناس عايش لا مؤاخذه في المجتمع، جالي راجل لا مؤاخذه زبال حالته على قده، المبنى بتاعته صغير، قدر يلم ربع المبلغ من الناس ولاد الحلال. تخيلي انه راح للمهندس يقول له هات 2000 جنيه. طب 2000 جنيه على ايه؟ اذا كان هو عاجز في انه يدفع ال 1000 جنيه، طب ما تلغي، خد منه 100 جنيه، خد 200 جنيه، خد 300 جنيه. هتفيده، هترجع على المواطن. صح. فده بند معلش سهل عليه يعني. سهل عليه كتير. سهل عليه كتير، وبعدين معلش هيخش ليا بمنفعه. انا كشخص هيخش ليا بمنفعه. هيقعد عليا بمرافق، هيقعد عليا بكل حاجه. دي حضرتك بالنسبه لايه؟ للجزئيه اللي كان لي احب ان انا اعلق لحضرتك عليها بالنسبه من ضمن الاجراءات اللي هي تقديم الاوراق للتصالح. تمام. استاذ ابراهيم قول لنا بقى ايه الهدف من قانون التصالح وماهيته؟ قانون التصالح ده النهارده بيعتبر ترخيص، ترخيص على الامر الواقع للمبنى. ده ترخيص، بيعتبر ترخيص على امن الوضع بتاع الدوله. النهارده بقنن الوضع الرائع للمبنى. الوضع الرائع للمبنى النهارده بقيت بقننه، بحدد ان المبنى ده وضعه كذا ومرخص وقصته كذا وتم التصالح عليه وبتاع، بقى له احقيه زيه زي المرخص بالظبط. تمام. ان كان له قضيه بتنشر القضيه. قننت وضعه. اولا في استيفاء حق الدوله. يعني قانون الدوله لها حقوق. صح. ما هي الدوله لها حقوق اللي هو حق اني. ايوه بالظبط. فدي حقوق للدوله. منع المخالفات، منع العشوائيات. حاجات كتير. ماشي. طب ايه وجه الاستفاده بقى للمتصالح في حاله الصلح؟ كويس قوي. وجه الاستفاده للمتصالح في حاله الصلح، اولا ان كان له قضايا، في قضايا موجوده في المحاكم، في قضايا موجوده في المحاكم موجوده لحد النهارده وفيها احكام، فيها احكام جنائيه. فالنهارده المواطن النهارده لما بيقدم النهارده وبيقدم اوراق التصالح اللي هو ربع المبلغ، بيدوا له حاجه اسمها نموذج ثلاثه. تمام. نموذج ثلاثه ده ان كان عليه حكم بيقدمه قدام المحكمه، المحكمه بتدي له ايقاف لمده 6 اشهر. النيابه العامه في الفتره ديت بعد الفتره ديت 6 اشهر ديت ممكن تحرك الدعوه الجنائيه تاني. المهم الى ان يتم السداد النهائي. الى ان يتم السداد النهائي، يبقى اذا بالنسبه للمواطن اللي عليه قضايا، القضيه انتهت بالنسبه له وخلص وقنن الوضع بتاعه وبقى المبدا بتاعه مرخص، ما فيش فيه مخالفه. تمام. ده الوضع بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك. يعني لو المباني اللي كان جالها ازاله، دي المباني دي لانها كانت طالعه من البدايه مخالفه ومفيش يعني حاجه ليها من الدوله تسمح لهم ان هم يبنوا في الاماكن المخالفه دي. فده السبب ده ان كان جال الاماكن دي ازاله. طبعا طبعا. هو احنا عيبنا حاجه واحده بقى معلش يعني، وانا مش بعيب على الاعلام، احنا ما بنوصلش الامور صح. بنخلي لما اخذ القنوات المعاديه والافلام دي كلها يجيبوا تصوير ده مبنى 5-6 ادوار، ده 10 ادوار. ابدا اني كشخص عادي اقول ايه 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 اللي البلد بتعمله مع الناس دي؟ صح. هو ما فيش مش عارف ايمان، هو ما فيش مش عارف ايه. لا، الحياه غير كده.
ما تشوف اساس الوضع ايه، البني ادم ده صح ولا غلط. تمام. ان كان البني ادم انا ما اخدليش بقى ايه، لا تاخذهم بهم رافض في دين الله. بالظبط. ده لا مؤاخذه، البني ادم ده غلط، كله غلط، وبني غلط، ومعتدي على ارض دوله، ومعتدي على ارض زراعيه، ومعتدي على كل حاجه، له ترخيص بدور بني 10 ادوار. يصعب عليا ليه؟ هو المفروض انه ما يصعبش عليا، لانه مخالف كل القوانين. وبعدين انا في دوله، يعني لا مؤاخذه احترم قانون الدوله، احترم البلد اللي انا عايش فيها، اذا ما احترمتش قانون الدوله مش هحترم اي حاجه تانية. صح. يعني انا ما يصعبش عليا لما يجي اصلا مبنى يتهد، قنوات المعديه ده بيهدوا، ده بيعملوا، ده بيعملوا ايه؟ هو انا من الاساس لو انا مش ماشي مخالف انا مش هضطر، الدوله مش هتشيل كل اللي انا عملته. معلش، لما يقول مثلا في قانون طوارئ في البلد، انا واحد من الناس وحضرتك مش حاسه ان في قانون طوارئ في البلد. ليه؟ لانني صح وحضرتك صح والمواطن الصح مش حاسس. يعمل قانون طوارئ ما يعملش قانون طوارئ مش فارق بالنسبه لي حاجه. صح. لان انا صح، ما بيخافش من حاجه زي كده الا الغلط. فده ما يصعبش عليا خالص. هيصعب عليا ازاي؟ هو راجل مخالف كل الاعراف بتاعت الدوله. طب فيصعب عليا ازاي؟ تمام. طب نطلع بفاصل ونرجع لكم مره تانية. نجاح. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لأ، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونحب نستكمل حديثنا مع الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، البعض اختلف هنا على من اللي بيقع عليه غرامة التصالح، هل بيكون المالك الأصلي أم المشتري أم المستأجر؟ هنا القانون بالنسبة للوضع ده، القانون يسر الأمور على الكل. يعني حتى لو المالك الأصلي هرب من المسؤولية بالنسبة له ووقع المشتري، بقى المشتري قدام الأمر الواقع. تمام. هيتهد المبنى بتاعه، هيعمل إيه؟ فهنا الدولة هنا سهلت الأمور، بيقع هنا على عاتق البيع الأصلي والمشتري أو المستأجر، يقع على عاتق أي حد فيهم. طب يعني بالفرد دلوقتي بس هنا ما يتخليش المسؤولية الجنائية أو المسؤولية القانونية بالنسبة للملك الأصلي. ممكن يرجع عليه بدعوة، يرجع عليه بالمبلغ اللي اندفع، ترجع عليه بأي وضع، برضه ما وقفش من المسؤولية. طب يعني مثلا حضرتك، أنا دلوقتي اشتريت من حد، خلاص المكان بقى بتاعي أنا، أو أنا اشتريته أو مأجره، هل لو أنا فعلا كان المكان ده مخالف وما كانش ينفع إن أنا أعمل عليه مبنى، المخالفة دي بترجع لي يعني أنا هو اللي هيشيلها كلها، المالك ولا اللي أنا الشارية منه ولا أنا ولا إيه بالظبط؟ بص يا الكل، احنا عايزين نتكلم بالواقع. النهاردة اللي بيروح النهاردة يخطب واحدة أو يتكلم لوحده، لا مؤاخذة بيعرف أصلها إيه، وضعها إيه، بالزبط، ظروفها إيه، قصتها، يعني بيعرف كل شيء عنها. يعني أنا راجل النهاردة، أشتري حتى أي مكان، أنا راجل، لازم أنا راجل النهاردة رايح أشتري شقة بمليون، باتنين مليون، بعشرة جنيه، زي ما تكون تمنها. طيب. المفروض أنني كراجل لا مؤاخذة، لا يعذر المرء بجريمة القانون. القانون بيقول لا يعذر المرء بجريمة، إذا كنت أنا جاهل بالقانون أو أنني ما خدتش تحريات اللازمة في الأمور دي كلها، هشيل الدولة ليه؟ المفروض يعني كراجل بشتري النهاردة بعرف المبنى ده وضعه ايه؟ مقنن؟ مش مقنن؟ عليه مخالفات؟ ما عليهوش مخالفات؟ عليه، انت فاهم موضوع حضرتك؟ فالمفروض النهاردة انت اللي وصلت نفسك لوضع زي كده، والدولة النهاردة برضه سهلت عليك الأمور، يعني تقول لك، يعني لو أنا جيت قلت على الملك الأصلي، على الملك الأصلي، طب أنا الملك الأصلي باعه ومشي، طب أنا وضع ايه بالنسبة لي؟ بالظبط. ما هو دي المخالفة دي أنا اللي هاخدها؟ مش هقول يبقى انا ادفعها، لان انا اللي مستفيد بقى بالمكان دلوقتي. عدم اتخاذ التحريات اللازمه
وعدم بحثي في الموضوع وعدم وصولي لحقيقه الموضوع في المبنى اللي انا اشتريته او الشقه اللي انا اشتريتها. طب ما دي مسؤوليه بالنسبه لي، ما هو انا اللي غلط، حمل الدوله الغلط ليه؟ معلش الكلام ده ممكن يزعل الناس، الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، بس احنا لازم نكون يعني نوصل الحقيقه للناس، ومعلش ما نضحكش على الناس. تمام. وبعدين انا بعتبر حاجه زي ديت ان هي تقول على الملك الاصلي او الـ او 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 الـ او, الـ أو المشتري او المستاجر. انا النهارده بسهل الامور على المواطن. صح. انك روح خلص نفسك. بالزبط. روح خلص نفسك. وبعدين الدوله اصلا خدت اكتر من مرحله في موضوع التصالح ده بالنسبه للتخفيض على الناس، وبعدين الدوله وصلتك انك تدفع 25% من القيمه الفعليه وبعد كده سدد اقساط. ما هي دي بقى طبعا تسهيل بالنسبه لك، معلش. وقالت لك برضه لو عايز تستفيد من الوضع الحالي وتدفع المبلغ كله هشيل من عليه 25%. تمام. ده مزاد. يعني هو المفروض الصح من البدايه ان انا حتى قبل ما افكر اشتري اي مكان لازم أن اشوف هو المكان ده واكد مصالحه ولا لا، هو مخالف ولا لا، لازم قبل ما ابدا في اي حاجه اشوف طبيعي. كل الاجراءات بتاعته. طبيعي. تمام يا فندم. هو هل بقى قانون التصالح بيوقف العقوبه المجدي بها في المحاكم؟ يعني لو حد واخد حكم في المحكمه ليه قضيه ان هو اصلا كان عنده مخالفه، بعد قانون التصالح ده بيلغي القضيه او بيشيل العقوبه دي من عليه؟ اذا 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 هو بيتم كالاتي بالنسبه للمتصالح، بيدفع ربع القيمه على اساس بتبقى جديه بالنسبه له للتصالح، بيدفع ربع القيمه، بناء على كده بيديله حاجه اسمها نموذج ثلاثه. نموذج ثلاثه دوت ان كان له قضيه حكم غيابي حكم حضوري بياخد الاجراءات بتاعتها، ان كان حكم غيابي بيعملها معارضه، ان كانت حكم حضوري بيعملها استئناف، ان كانت في الاستئناف وسابها بيعملها معارضه استئنافيه. بياخد الاجراءات الطبيعيه بالنسبه للتقاضي، بيقدم نموذج ثلاثه دي المحكمه بتدي له ايقاف للعقوبه لمده 6 اشهر. تمام. ايقاف للعقوبه لمده 6 اشهر. هل كده الامور انتهت بالنسبه له؟ ما ممكن يدفع اول قسط ويسكت وخلاص وعلى كده. طبيعي احنا كطبيعه شعب، لا، ده النيابه العامه من حقها بتحرك الدعوه الجنائيه تاني على وضعها الطبيعي تاني. فبتفضل قضيته موجوده لحد الى ان يتم السداد المخالفه اللي عليه. ان حب يخلص نفسه خالص. طبعا. يدفع المبلغ كله ويتشال منه 25%. بالزبط. يعني 25% ده ربع المبلغ. طبعا. يعني ان كان 4000 لو مؤاخذه يعني هيتشال منه 1000. يعني كلها فوائد بالنسبه له. يعني الوضع انا بقول لحضرتك هو معمول له مزاد. صح. يعني هو مزاد، بس احنا كشعب دايما واخدين موقف. الحكومة قالت كذا، لا ازاي؟ لازم بنعترض. ما تدور. لازم نعترض. دور، انت صح ولا غلط؟ صح. انت اكيد غلط، فطالما غلط تحمل غلطك. هي دي تزعل حد؟ لا فعلا. طيب هنا البعض ذكر ان قانون التصالح مخالف للمادة 95 من الدستور، ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ هل هو فعلا مخالف ولا لا؟ احنا لو جينا بالنسبة لقضايا المباني هنلاقي بالنسبة للمادة 95 بتقول ان العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ينفذ، القانون بينفذ على الغرامة اللي موجودة في التاريخ نفسه، ده اللي هم بيعتمدوا عليه على أساس يقول لك إيه انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة. لو دورنا على البند الأولاني إن العقوبة شخصية، العقوبة شخصية، ما هو أنا اللي عامل. تمام. وأنا اللي فاعل. هو أنا ما حسبتش زي ما حضرتك سألتني سؤال بتقولي لي تقع الغرامة على مين؟ على ملك الأصل ولا المشتري ولا فلان الفلاني؟ المستأجر. طب ما هو انا اللي عامل. بالزبط. يبقى العقوبه هنا بالنسبه لي شخصيه. وبعدين انا ما بعتبر أنا هي مش عقوبه، انا ما بعتبرهاش عقوبه. قانون 17 ما بعتبرهاش عقوبه. القانون 17 بالنسبه للبلد انا بقنن اوضاع معينه وعدم التزام بالقوانين، ما بعتبرهاش عقوبه. بقنن وضع معين بحارب فيه بقالي 44 سنه. انا بحارب في القصه ديت بقالي 44 سنه. شوف لما يكون 44 سنه الارض الزراعيه بتستهلك مع زياده عدد السكان. صح. وانت اصلا كنت بلد زراعيه، النهارده انا بقيت لا بلد زراعيه ولا محصله صناعيه ولا محصله حاجه خالص، وبايدك انت بيد اللي بادي عمر، انا اللي عاملها فعلا. طب العقوبه شخصيه انا اتحملها، ماشي. اذا بالنسبه للجزئيه ديت مفيش عدم دستوريه للقرارات في الماده. اولا لا عقوبه ولا جريمه الا بقانون. العقوبه والجريمه موجوده. صح. الجريمه موجوده ان انا بنيت على ارض زراعيه مخالفه للقانون رقم 119 لسنه 2008. بالظبط. قال اللي يبني يعمل كذا، حاجه انا ما كانش ليا الحق فيها. لا مؤاخذة اللي يضرب واحد عقوبته كذا. صح. المادة كذا بتقول اللي يعور واحد، المادة كذا بتقول لا ديت ظرف مشدد، ده سرق مش عارف بالليل ده ظرف مشدد، ده سرق مش كده، فكل حاجة لها وضعها. فإذا هنا الجريمة موجودة. صح. ففي عقوبة. طب على أساس إيه النهاردة يبقى عدم دستورية بالنسبة للمادة 95؟ أرجع تاني للجزئية إن هي المفروض القانون بيطبق من تاريخ المخالفة نفسه، يعني القانون بيطبق على المخالفة اللي موجودة في اليوم الحالي. تمام.
من تاريخ صدور القانون. هنا دي الجزئيه اللي بيتم الكلام فيها. تمام ماشي. ان هو اصلا الجريمه تمت هتحاسب المفروض لو القانون بيطبق. هما بيقولوا كده ان القانون لما بيطبق ما بيطبقش باثر رجعي. تمام. الا اذا كان لمصلحه المتهم. القانون بيطبق باثر رجعي الا اذا كان لمصلحه المتهم. طب انا النهارده طبقت النهارده بطبق القانون بيقولوا ارجع من سنه 2008 اعاقب الشخص اعاقبه ليه؟ ده القانون بيقول كده المفروض ان انا ما اعاقبوش، انما اعاقبه ليه؟ جريمه المباني يا استاذه، جريمه المباني ديت جريمه متتابعه مستمره، لازال اثرها موجود، لازال اثرها موجود، جريمه مستمره متتابعه على طول اثرها موجود. هو المبدا اتشال؟ لا. المخالفه اتشالت؟ لا. في حاجه تمت؟ هي جريمه مستمره. طول ما موجود المبنى الجريمه مستمره. يبقى على اساس ايه بقى عدم دستوريه؟ على اساس ايه عدم دستوريه القانون؟ برضو انا في ناس كتير هتزعل مني وتقول انت جاي، انا مش جاي مع دوله ولا حاجه، انا جاي مع الوضع القائم اللي هو ما نضحكش بيه على الناس. ما انا ممكن ازوق الكلام يا فندم عشان وقت البرنامج. معلش تحت امرك يا استاذ. حضرتك يا استاذ ابراهيم، ونشكر حضرتك على المعلومات اللي اديتها لنا النهارده، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ونحب نوجه الشكر للاستاذ ابراهيم محامي بالنقد. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا فندم، نورتنا. واستنونا في حلقات قادمه من برنامج نجوم على الهوا. كانت معكم هديل الطوخي، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.